اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات برنامجكم اخبار اون تايم. ان شاء الله يا رب تكون حلقه مميزه كالعاده، وزي ما احنا متعودين معاكم هيكون لنا جوله في الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه. كل ده تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها، وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجه واحده بس هي اللي بتجمعنا، اكيد الرياضه. خلونا نبدا زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. خطوة أخيرة تفصل رضا سليم عن الانتقال للأهلي. أوسوريو مواجهة المينستيري صعبة، والزمالك يسعى للفوز بالبطولة العربية. رسميا فتح باب القيد لأندية الدوري الممتاز للموسم 2023-2024. وعالميا هندرسون يودع ليفربول برسالة مؤثرة قبل الانتقال إلى الاتفاق. من العناوين نروح لتفاصيل أخبارنا المحلية. البداية من عند النادي الأهلي وأخبار صفقاته. الصفقة اللي فيها جدل كبير جدا في على منصات السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، حتى كل المهتمين بأخبار النادي الأهلي عاوزين يعرفوا موقف رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي، واللي اقترب بشكل كبير من الانتقال للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، فترة الانتقالات الصيفية الجارية. في مفاوضات مكثفة من الأهلي خلال الفترة الأخيرة عشان يوصل لاتفاق نهائي مع إدارة نادي الجيش الملكي من أجل الحصول على خدمات هذا اللاعب، ولكن رضا سليم لم يوقع حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها على عقود انتقاله، لكن اللاعب بات على بعد يعني خطوات قليلة فقط تفصله عن القلعة الحمراء. لسه مستمرين برضو مع النادي الأهلي، وعندنا كلامنا عن واحد من أهم الركائز الأساسية للنادي الأهلي وقائده هو محمد الشناوي، اللي حسم مجلس إدارة الأهلي مستقبله بالاستمرار مع الفريق الفترة اللي فاتت بعد شائعات كثيرة أكدت رحيله في الموسم الجديد لأحد الأندية السعودية. ولكن في الأيام اللي فاتت برضو شارت أنباء أن في نية لرحيل الشناوي أو اقتراب الشناوي لنادي النصر السعودي بعرض مغري جدا يصل إلى 3.5 مليون دولار، لكن مصادر في الأهلي أكدت أن الأمر تم إغلاقه مؤخرا. أكدت أن الشناوي مستمر مع النادي الأهلي، أن الشناوي هيكمل مسيرته مع النادي الأهلي حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. مسألة التفاوض ما انتهتش وما فتحتش بشكل كامل وما انتهتش عند فريق النصر. الحارس الدولي محمد الشناوي اللي قدم عروض كبيره جدا مع منتخب بلاده مع النادي الاهلي اصبح محسوم امره في النادي الاهلي وسيبقى في القلعه الحمراء، وطبعا في صعوبه زي ما احنا اتكلمنا عن انتقاله للنصر السعودي. ملف تاني في ملفات صفقات النادي الاهلي وهو احمد القندوسي لاعب الاهلي، واللي طالب في الفتره الاخيره عاوز يحسم موقفه مع النادي، واستفسر في اكتر من كم مره عن حقيقه اعارته لاحد الانديه الخارجيه، وتحديدا هو عاوز يروح الجزائر، ولكن مسؤولي النادي الاهلي اكدوا للاعب ان هذا الامر سيتم حسمه بالاتفاق معايا ومعاك، وما تقلقش الامور بسيطه وسهله، وان احنا لما هنتخذ قرار هيكون مناسب للطرفين. واكدوا ان هو
لاعب كبير وثقتهم كبيره جدا فيه، وان مارسيل كولر مقتنع بقدراته وان اعارته لو تمت هتكون من اجل انك تكتسب بعض الخبرات وترجع تاني للقلعه الحمراء. لكن القندوسي عاوز يرحل عن الفريق، عن يعني عاوز يروح ياخد اعاره خلال الفتره اللي جايه. وفي مقدمتها طبعا نادي شباب بوليزيداد الجزائري هو بيفكر في الاعاره، وكل منا له حسابات سواء الاهلي او القندوسي. الاهلي مستمرين معاه، عنده مباراه مقبله امام الداخليه في الكاس، حيث يعني بدا الجهاز الفني للاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر الاعداد للمباراه مبكرا المقرة لها يوم 30 يوليو الجاري في دور 16 لبطوله كاس مصر. الاهلي بيخوض هذه المباراه مؤكد يعني نوعا ما بتشكيله من العناصر البديله، لان كولر استقر ان خلاص انا الاساسيين بالنسبه لي هريحهم، عندنا اجهاد وعندنا ماتشات كتيره وضغط مباريات وبطولات، وقدموا اللي هم عليه وقدموا المطلوب واللي عليهم وزياده، فخلينا ندي فرصه للعيبه تانيه، خصوصا ان كان عندنا مباراه مهمه جدا امام النادي المصري انتهت بالتعادل، وخلاص في النهايه توج النادي الاهلي في هذه البطوله الطويله باللقب رقم 43 في تاريخه قبل انتهاء هذه البطوله بخمسه اسابيع. لسه مستمرين مع مارسيل كولر، والراجل بيشيد بعدد كبير جدا من اللاعبين، لكن ابرزهم الظهير الايسر الشاب كريم الدبيس بعد مشاركته الطويله في عده مباريات في الفتره اللي فاتت سواء اساسيا او كبديل. والمدرب شايف ان اللاعب ده لاعب مميز، لاعب شاب عمل اللي عليه في الفتره اللي حصل على خدماته وخد فرصه واستغلها. واكد كولر في اكثر من مناسبه ان الدبيس قدم عروض جيده وهو مستواه بيتطور خلال الفتره المقبله، وان شاء الله لو حصل اكثر على فرصه، اعتقد لو حصل على فرصه كامله هيلاقي نفسه في التشكيله الاساسيه بشكل طبيعي. الدبيس شارك بديلا للدولي التونسي علي معلول في الجبهه اليسرى خلال الفتره اللي شارك فيها خلال المباريات اللي فاتت. لسه في يعني في النادي الاهلي عنده فكر ان هو يعني يفكر في اكتر من كام صفقه، في يرتب اموره ويرتب اوراقه، ولكن في النهايه يعني النادي الاهلي في السنه دي السيزون ده سيزون يعني 100 100، يعني عمل مجهود كبير جدا في كل البطولات وحقق انجازات كبيره. نروح للقلعه البيضاء اللي عندهم مباراه وبطوله مهمه كبيره جدا، لكن البدايه هتكون من عند المؤتمر الصحفي لهذه البطوله امام الزمالك، عنده مهمه كبيره جدا امام المينستير التونسي في كاس سلمان. البطوله العربيه مقامه في السعوديه، وطبعا مجموعه الزمالك هتكون في الطائف. الكولومبي خوان كارلوس اوسيريو اتكلم منذ يعني منذ ساعه او اتنين في هذا المؤتمر الصحفي، النهارده عندي مباراه كبيره هتتلعب ان شاء الله بكره، وما فيش شك ان هي مباراه صعبه، والمدير الفني طبعا اتكلم بقى هقول لكم ابرز التصريحات اللي اتكلم فيها. ان منافس فريق بيبني نفسه وتعاقد مع مدرب جديد وضموا صفقات جديده، لكن الزمالك يعني في الفتره اللي فاتت عنده تحسن كبير في الفتره الاخيره، ولاعبيه بيعيشون فتره من الحاله الجيد. ده كلام اوسيريو على الاتحاد المنستيري. واتكلم تاني برضو قال ان المباراه ما فيش شك ان هي مسؤوليه كبيره على فريق الزمالك، لاننا بنمثل الكره المصريه ونسعى لان نكون عند قدر هذه المسؤوليه ونظهر بصوره جيده تعبر عن الكره المصريه. واتكلم برضو عن الصفقات. فيما يخص الصفقات الجديده اتكلم المدير الفني وقال الاولويه عندي لضم مساك يلعب بقدم اليسرى، وانا قمت بتوظيف محمد عبد الغني في اكتر من كام مركز، وبصراحه هو قدم مستويات جيده في هذا المركز بالتحديد. وتابع اوسوريو نجحت في توظيف بعض اللاعبين بصوره افضل زي عمرو السيسي ونبيل دونجا، وفي لاعبين كتيره عندهم القدره على صنع الفارق مثل خبرات شيكابالا واحمد سيد زيزو وعمر جابر. اتكلم برضو المدير الفني عن المواجهه، رجع الكلام ليها تاني وقال ان المواجهه عباره عن لقاء كره قدم 11 ضد 11، هنلعب المباراه وسنخوض مباراه برضو النصر ايضا بنفس الطريقه، ولن نغير شكل وطريقه لعبنا، كل مباراه نخطط لها على حده ولا نغير في طريقه اللعب زي ما انا قلت. وفيما يخص الدفع بحمزه المسلوسي في مركز المساك، اتكلم الراجل وقال حمزه لاعب مميز في الكرات العاليه وسريع واجاد في اكتر من كام مركز وخصوصا في مركز المساك،
غاب المباراة الأخيرة في الدوري نظرا لمرض نجله وسافره لتونس، لكن يعني هو مطمئن للمسلوسي في هذا المركز وفي أكتر من كان مركز. برضو أضاف أوسوريو أن سيف الجزيري مهاجم مميز وسجل أهداف كتيرة ومؤثرة، قادر على صنع الفارق في لقاء الاتحاد المنستيري غدا. واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: فزت في 9 مباريات مع الزمالك، تعادلنا في 2 وخسرنا مباراة واحدة في ظل الظروف التي يمر بها النادي، ونتطلع للمنافسة على لقب البطولة العربية. كان جنب المدير الفني طبعا كابتن فريق نادي الزمالك كابتن عمر جابر. اتكلم عمر واتكلم عن نادي الزمالك وقال ان تلك البطوله مهمه جدا للفريق الابيض، واضح ان الزمالك بيشارك في البطوله وهو ممثل مصر وان شاء الله يكون مرشح للمنافسه. اضاف برضو اللاعب في المؤتمر الصحفي: احنا جاهزين للبطوله العربيه نهاية موسم، وستكون دفعة قوية لنا، ولدينا إصرار وعزيمة قوية لتحقيق الهدف، لأن الزمالك دائما بيكون مرشح للمنافسة بقوة على اللقب. وفيما يخص بقى قرار زميله عبد الشافي محمد عبد الشافي قرار الاعتزال، قال عبد الشافي قدوة ونتمنى له التوفيق، خاصة وأنه لم يفتعل أي مشكلة من قبل ونعتز به كثيرا. هيبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة، ثم يواجه الشباب السعودي يوم 31 من الشهر ذاته، ثم يلتقي مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس. وهذه المباراة هتبقى مواجهة قوية جدا بين طموح كبير جدا بين نجم نجوم العالم هو رونالدو وكتيبة الزمالك. نروح لكابتن مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن محمد صلاح. مساء الورد. فل حبيبي، عامل ايه؟ وحشني جدا يا كابتن صلاح، اخبار حضرتك؟ الله يخليك يا كيو، انت وحشني، منور. الله يخليك. اكيد يعني الزمالك بعد موسم شاق، بعد اجهاد ولم يحالفه الحظ في اكثر من مناسبه، لكن في النهايه هو قدر يتعافى في اخر الفتره الاخيره. عنده بطوله كبيره ايا كانت الفرق المشاركه، ولكن الزمالك لديه من الخبرات ومن الاسم والتاريخ انه يقدر يعبر عن الكره المصريه بشكل جيد. رايك كيف في هذه المشوار لهذه البطوله؟ بص كيوي، هو هي فرصة للزمالك عشان يثبت للناس ان الفترة اللي فاتت فيها تعثر او ما فيهاش انتاج كبير. جه الوقت اللي لعيبة الزمالك لازم تثبت للجماهير بتاعتها انها تستحق انها ترتدي التيشيرت تلعب باسم النادي وعندهم روح، عشان يحاولوا يكونوا من في الاربع اندية باذن الله في النهائي. من الناحية المادية فيها مكاسب، من الناحية الفنية فيها مكاسب. إذا كان كل واحد عايز يعلن عن نفسه، فدي فرصة من اللعيبة إن كل واحد يثبت للمدرب أو يثبت للجماهير إن هو يستحق إنه يكون موجود، لأن بعد كده أعتقد إن في إذا كان في مكان لفتح القيد ففي لعيبة هتمشي واللي هتيجي. صحيح. أيا كان الروح اللي هيجي، فدي هو عرض لمستواك الحقيقي إن كان فاتك من المستوى بعض الشيء. طيب، ولكن لا تقول لي بقى اتفضل. لو بدأت معاك واحدة واحدة يا كابتن صلاح، ايه اللي مطلوب من الزمالك في اول مباراه او تاني مباراه او تالت مباراه؟ ايه اللي مطلوب من الزمالك على الورق يعمل ايه عشان يعدي؟ انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى وفي امكانيات اللعيبه ان اول ماتش وتاني ماتش هيعدوه، فهيبقى فيه من الناحيه النفسيه في اطمئنان ان هم بقوا في الدور الثاني بغض النظر عن مباراه النصر هيحصل فيها ايه. صحيح. لكن الناس فاكره ان الزمالك هيتغلب. دي اللي انا بقول للعيبه، اسمعوا الناس بتقول ايه واعملوا عكسهم. صحيح. يعني انت مثلا بتقول ان انا هخسر، لا انا هكسب، يبقى عندك عند جواك لصالح النادي. فهتغير الفكره لما تخش الدور الثاني، هيبقى في ارتياح شويه. خروج المغلوب العند المصري يكسب. صحيح. ده اللي انا بقول عليه. طب لو رحت معاك بقى لأوسوريو، انت شايف ان الراجل هيغير طريقه لعبه ولا هيلعب بنفس الطريقه اللي تلاقي لعب بيها في الدوري؟ وفاجئنا في اكتر من كام مباراه، يمكن اخرها كانت مباراه النادي الاهلي كان فيها يعني مفاجاه كبيره جدا. هل الراجل هيلعب بطريقه منطقيه ولا انت قلقان منه بصراحه؟ لا بص اقول لك على حاجه، هو قال في الشوط الاولاني في مباراه الاهلي لما رجع لطبيعته. صحيح. اعتقد كان احسن، بس الوقت كان راح. صحيح. لكن انا بقول لك لو غير من طريق لعبه يبقى هو ودني وبيسمع كلام الناس ومش واثق في نفسه. فلازم يكمل. ليه؟ لان مش ممكن تبقى صدفه 3 4 ماتشات بتلعب كويس وبتكسب ونتيجه كويسه، وفجاه اتغلبت ماتش الدنيا تتقلب.
هو الراجل الكره في مصر كده، الراجل عامل 9 مباريات فوز ويعني وتعادل في 2 وخسر من الاهلي، فهو الراجل برضو كويس، لكن في الاخر برضو انت بتتكلم عن نقطه جوهريه، نقطه التغيير المفاجئ. ما انا بقول لك، فهو دلوقتي اذا كان واثق في التكتيك ده وعنده 8 أو 9 لعيبه بينفذوه، رغم سيبك من هو الف في ماتش الاهلي ونجح كمل، لان السنه الجايه لازم تعمل كده، لانك انت بتعمل تكتيك جديد على المصريين شفناه في اوروبا. فده عايز وقت. صحيح. الوقت انا عن نفسي انا من دايما بطلع بسنده، لان هو بيعمل حاجات كويسه. صحيح. يمكن مش عنده القماشه اللي تقدر تنجحه 100%، لكن اللي جاي بعد التدعيمات اذا كان هناك تدعيمات هيبقى النادي في طريقه لتغيير طريقه اللعب بتاعت 4-2-3-1 مثلا او 4-3-3. طيب. فده مفهوم جديد ان شاء الله، يبقى الزمالك اول واحد طبقه في الملعب. طيب هو راجل بيلعب في اكتر من كام مركز وبيلعب في كذا اسم، لكن هروح معاك لو الراجل بدا مثلا بناصر منسي ولا الجزيره، اتفضل مين نبدا بدي؟ لا حاليا الجزيره. لا حاليا تمام. لو رحت لحسام عبد المجيد ولا مصطفى الزناري؟ حسام. لو بس حسام اقول لك على حاجه كمان. هو حسام لما جه من البطوله الافريقيه وكانت عنده نشوه الفوز والحلاوه دي كلها، صحيح، كان المفروض يلعب الماتش اللي بعديه. مفروض ان هو لسه ولد صغير وفرحان، لكن هو في المركز ده كويس. طب عواد ولا صبحي؟ حاليا دلوقتي لازم نجرب عواد. لان صبحي مش وحش، بس اخر ماتشين اتهز شويه، غير موفق، غير موفق خلاص. لازم تغير. راح فين؟ صحيح. انت ماشي على الطريق يا كابتن، فشكلك تهت. ماشي على الطريق صح. طب لو انت تفضل ان يشارك فتوح في مركز الوسط ولا ظهير ايسر، ويبقى يعني ما يروحش لبعيد يلعب في حتته؟ شوف انت بتتكلم في لعيب ذكي جدا، لكن هو التوظيف الاولاني كان ايه؟ نص ملعب بلاي ميكر وبعدين بيقفل ناحيه الشمال. صحيح. ودي اللي الفرقه نجحت فيها. لكن ما تسيبش فتروح لوحده، لازم تحط له واحد ديفندر، يعني مثلا زي مكان طارق وساسي. طبعا. واحد بيقطع، واحد حريف. صحيح. هتمشي، لان هو لما لعب مع رؤى كانت كويس قوي قوي قوي. دونجا كويس قوي قوي. صحيح. خليك يكمل يعني الاثنين مع بعض. انت مش عاوز 2 ضريبه في نص الملعب، عاوز واحد ضريب وواحد مزاجنج بيلعب كوره حلوه. ايوه، هو فتوح هو الوحيد اللي يقدر يعمل القصه دي. صحيح، مفيش حته في الزمالك عندها الحته بتاعت صح ساسي وطارق حامد. طارق حامد كانت قوه وقطيع، والتاني كان يعني بيوصلك للجون، فكان بيفك الضغط ويريح الضغط على فترات طويله. مظبوط. طبعا طبعا. طب لو رحت معاك كابتن، شايف انت الزمالك هيستمر نفسه يعني يقدر يكمل لحد فين من وجهه نظرك وبخبراتك، ويعني انت شايف الحاله الفنيه والحاله الاداريه اللي بيعيشها الزمالك لحد فين يقدر يوصل الزمالك من وجهه نظرك بمنتهى الامانه؟ النفس الطويل، النفس الطويل هيبقى في الفوز، لكن يوصل لحد فين؟ انا اتمنى يوصل النهائي وياخد البطوله. التمام كلنا كان بيمثل الكره المصريه، ونادي الزمالك نادي كبير. بص اللي هيقول لك الكلام ده هو اللعيبه مع بكره مع اول ماتش. هم جايين يقضوها ولا جايين ياخدوها؟ صحيح. تفرق. صحيح. تفرق بكره تبان. صحيح. انا اتمنى ان يوصل لاخر مدى في البطوله. سيبك انت ما تقوليش بقى النصر جايب والهلال وبتاع، لا احنا الزمالك. مفيش شك. بس برضو المواجهات لو صدفت، يعني رونالدو والليله اللي بتحصل في الدوري السعودي، يعني استقطاب اكبر عناصر واكبر تدعيمات من الناحيه الفنيه والناحيه التاريخيه لقيمه اللاعبين، سواء على القيمه الماديه وحتى القيمه الجوهريه، فاكيد ده برضو بيعمل اختلاف شويه في مجريات المباريات يا كابتن، ولا ايه؟ معاك، بس انا بس عايز اقول لك حاجه، انا اعرف الدوري السعودي. صحيح. كل اللي جايين دول جايين شو. صحيح. لكن الماين سيت بتاعت رونالدو والماين سيت بتاعت بنزيما مختلفه شويه برضو. طبعا يعني الناس دي ما بتهزرش. هو بص لا هي ايه، لو انت عندك شخصيه ومش هتخاف فانت بقيت ند بيني وبينك. صحيح. الرجوله تكسب بقى. طيب واحنا في الرجوله والحاجات دي اعتقد اقوى شويه. صحيح. لو كلمتك على اول مباراه الزمالك يكسب كام رقميا؟ اتحاد المنستيري كام دي ما تقدرش تقول، يعني مثلا ايه 1-2، لان الماتشات دي مش هتبقى كده زي ما انت فاهم، مصلحه كل واحد عايز يجمع نقاط عشان يخش الدور الثاني. طب الشباب ولا الشباب؟ انا بقول لك الزمالك هو اللي يكسبوا 2. طب ما انت قلت النصر، لك انت مقلق شويه من شكلك، مش متابع الاتحاد المنستيري بقالك فتره، ومغير فرقته ومغير مدربه ومغير عناصره. ايوه بس الكره عندهم بتعتمد على القوه، فاكيد، وبعدين بتلعب الزمالك فاكيد عندك هيضايقك شويه اكتر.
اه طبعا، لكن المقابل ايه بقى اللي انا بقول لك عليه؟ المقابل بتاع نادي الزمالك هو اللي هيديك الايحاء ان انت تكسب. طيب اخر حاجه، النصر يعمل كام رقميا؟ يعمل كام فين؟ نتيجته في السوق؟ نتيجته لا ما يعملش، ممكن ما يكسبش. ما يكسبش، يعني انت شايف ان الزمالك اضمن له المباراتين الاولى والثانيه؟ اه طبعا. انا هقول لك على حاجه بس، هو النصر ده مش كان بيلعب السنه فاتت في ال بينافس على الدوري؟ طبعا بينافس على الدوري. ما خدش الدوري ليه؟ يعني هو كان برضه وكان اقرب كان قريب صحيح، يعني فقده للنقاط سهل جدا صحيح، لكن مباراه تقيله ما فيش شك. اكيد طبعا اكيد. خليني انا اقول لك على حاجه، الزمالك ان شاء الله يقدم مباراه كبيره، وانا كنت سعيد دايما ان انا ابقى معاك، واهم حاجه تكون بس الطريق اللي انت تهت فيه رجعت له تاني. اشكرك يا كابتن صلاح، ربنا يخليك. شكرا لذوقك، اكيد حديث مهم جدا لكابتن صلاح. يمكن نادي الزمالك هو يمثل الكره المصريه زي ما انتم حضراتكم عارفين في هذه البطوله العربيه، كاس سلمان في الطائف، مجموعه الزمالك كاس سلمان فيها العديد من الانديه التي تنافس بقوه وبرغبه للحصول على هذا اللقب الغالي العربي. مشاهدينا الاعزاء، فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. لسه مكملين اخبارنا، ولكن الكلام مع ناصر ماهر. الزمالك بيحاول كده ودخل في موضوعات مكثفه مع نادي فيوتشر عشان يضم هذا اللاعب لصفوف نادي الزمالك في الموسم المقبل. كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان لاعب ان الزمالك طلب من مسؤولي اداره فيوتشر انه ليس لديهم مانع في الانتقال الى صفوف الزمالك في الفتره اللي جايه، ولكن لابد من موافقه اداره فيوتشر، لان اللاعب ده ما عندوش مانع، لكن لازم فيوتشر هو اللي يدي الاوكي في هذه النقطه بالتحديد. ومسؤولي الزمالك شايف ان رحيل علي ماهر من فيوتشر قد يسهل المفاوضات لضم اللاعب في الفتره اللي جايه. ما زلنا مع نادي الزمالك، ويمكن نروح لخبر كشف مصدر برضه نادي الزمالك ان ازمه عيد مع نادي انبي قد تنتهي في الفتره اللي جايه على توقيع غرامه ماليه على اللاعب، وذلك بعد ان قدم مسؤولي انبي شكوى ضد اللاعب في اتحاد الكره. واوضح المصدر ان النادي اطمأن على موقف اللاعب وانه لن يتعرض للايقاف في الفتره اللي جايه. واكد المصدر ان مجلس الزمالك استقر على تمديد وتعديل عقد احمد عيد في الفتره اللي جايه، خاصه وان عقده مع الزمالك ينتهي في الموسم المقبل، ويسعى مسؤولي النادي الى تامين اللاعب تحسبا لوصول عروض احتراف له في الفتره المقبله. لكن الحديث لسه ما خلصش في النقطه دي، وخلينا نتاكد اكتر مع كابتن محمد اسماعيل مدير الكره لنادي انبي. كابتن محمد، مساء الورد. مساء الفل يا كابتن احمد، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كل سنه وانت طيب. والله الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. بهنيكم طبعا على سيزون ومشوار طويل لنادي انبي، حققتوا فيها كره حلوه وقدمتوا بجد كره اتعودنا عليها من النادي البترولي، بحييكم عليها بصراحه السيزون ده. ربنا يخليك، الحمد لله. والله يعني الحمد لله البدايه ما كانتش احسن حاجه، بس في الاخر اما بيبقى في حاجه انت بتبنيها ومصر عليها ربنا في الاخر بيكافئك يعني، والحمد لله ربنا كرمنا في نهايه الموسم وفنشنا في مركز سادس يعني، وقبل نهايه كاس مصر، فاعتقد موسم من المواسم اللي تعتبر جيده للنادي الاهلي الحمد لله رب. هدخل معاك بدون تسخين، تسمح لي؟ اتفضل. موضوع احمد عيد بامانه وصل لفين؟ موضوع احمد عيد احنا بعتنا شكوى كده للاعب نادي الزمالك ان اللاعب شكوى ضد يعني اللاعب ولا ضد النادي؟ ضد اللاعب، ما هو في الاخر اللاعب والنادي حاجه واحده، هي قصه احنا في عقد النادي الزمالك ماضي عليه واللاعب ماضي عليه، واحنا بعتنا شكوى وبعتنا عايزين نفعل بند الشراء ومش لاقيين، عايزين رقم حساب اللي احنا هنبعت عليه، وبعتنا صوره من الشيك وحاجات كده يعني. طب ممكن تقول لي بنود العقد ايه؟ يعني بتتضمن ايه؟ العقد فين؟ العقد بيقول، ما انا هقول لحضرتك، العقد بيقول ان احنا اخذنا احمد عيد اعاره مده موسم بنيه البيع. جميل. الشراء يعني، تمام؟ ونيه الشراء اتحددت بمبلغ 3 مليون جنيه دون ادنى ممانعه من نادي الزمالك واللاعب احمد عيد، ده في حاله ان احنا لو عايزين اللاعب يعني لو حاله رغبه يعني. انبي احمد عيد يكمل مع انبي، تدفعوا انتوا الفلوس، ادفع الفلوس بقى اللاعب ده بتاعي، والعقد بيقول كده. رحت انا فعلت البند ده بجواب لنادي الزمالك بعد المباراه او اخر مباراه ان انا خلاص انا بفعل بند الشراء وهدفع الفلوس. العقد قدامنا على الشاشه لو حضرتك متابع. لا للاسف مش متابع التلفزيون يعني، وقد كان. اللاعب دلوقتي في الحاله دي يبقى لمين؟ لو انت فعلت بند الشراء
يبقى النادي هينبي على كلام حضرتك. انا راجل مش فني قوي اداري زي حضرتك يعني. لا بس ايه، انا بس بشرحه ببساطه يعني عشان برضه الناس تبقى فاهمه، المشاهدين فاهمين الدنيا ماشيه ازاي يعني. فانا فعلت البند ده وقلت ان انا هدفع ال 3 مليون بس يا نادي الزمالك قول لنا هنحط الحساب ده فين. فنادي الزمالك ما ردش واللاعب نزل التمرين. فوجئت ان اللاعب نزل التمرين، وده انا يعني انا شايف ان الموضوع ده مخالف يعني، مخالف جدا. الحاجه الثانيه يا نادي الزمالك يعني ما فيش اي تفاوض حتى تم بيننا وبين نادي الزمالك، مع اننا العلاقه طيبه جدا بيننا وبين نادي الزمالك ونادي الاهلي. احنا الحمد لله من الانديه اللي علاقتها جيده جدا بالانديه الجماهيريه تحديدا كمان، لان احنا طول الوقت بنصدر لهم لعيبه وبنديهم لعيبه. صحيح. من عندنا. صحيح. الموضوع بالنسبه لنا احنا بنتعامل مع كله على نفس المسافه، مسافه واحده يعني. صحيح. طب بس طبعا موضوع ان اللاعب ينزل التمرين من غير ما الموضوع يتحل، ده ضايقنا جدا وده حق من حقوق النادي يعني. طيب الحاجه الثانيه اللي برضو عشان برضو بقى الناس فاهمها، ان احمد عيد لما جه كابتن انا عايز ابقى معاكم انتوا، انا انتوا 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 تمام، واحنا يا احمد عايزينك. طب فجاه بدون اي مقدمات اللاعب يقول لك لا انا عايز ارجع نادي الزمالك. طب حتى لو ده ما عندناش فيه مشكله، لان انا ما فيش لاعب استحاله احط اخلي لاعب عندي يلعب غصب عنه. صحيح. طب احمد عيد تواصل معاكم عشان يحل الازمه دي بامانه ولا لا؟ لا 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 خالص يعني. احمد عيد فوجئت ان هو برضه عايز ياخد الباسبور عشان يسافر، ودي برضه نقطه مهمه، ان يعني اتحاد الكوره طبيعي جدا ان هو سلم الباسبور لنادي انبي مش لنادي الزمالك، لانه لعيب نادي انبي. فبالتالي ما سافرش اللاعب مع نادي الزمالك. صحيح. طب انا هسالك سؤال ونكون واضحين للمشاهدين. اتفضل. اللي انتوا عاوزين اللاعب ولا لا؟ ولا هي خناقه بسيطه؟ خلينا نكون واضحين. لا 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 مش خناقه خالص. لا 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 انتوا عاوزين اللاعب؟ لا ما لسه اقول لك اهو، بعد اللي اتقال انا كلاعب احمد عيد مش عايزه، بس هنا القصه مش حته انا لاعب، القصه ده حق نادي انبي. انت بتتكلم على المستوى الفني مش عاوزه، على المستوى الاداري مش عاوزه، لكن انت بتحافظ على حق نادي انبي. حق نادي انبي لازم نقعد ونتكلم وخلاص. اللاعب ده بتاعي انا بقى، عايزك ولا مش عايزك، اصل القرار يعني تملي القرار يبقى لصاحب الشأن. صحيح. انما ما ينفعش يبقى انا صاحب الشأن والناس بتاخد قرارات وانا بره الموضوع. طيب. زائد احنا نادي انبي ما ينفعش يتقال ان العقد لا انا ما مضيتش، ولا وده انبي غلطانين اداريا، وانبي اصل اللاعب هيتعاقب ماديا. انا ما عنديش مشكله في اي حاجه على فكره، انا كل اللي انا عايزه ان انا اظهر حق نادي انبي بالشكل القانوني. هل اتحاد الكوره هيبقى شايف ان القانوني ان اللاعب ده من حق نادي الزمالك؟ هيبقى ما عنديش مشكله، بس ساعتها هيبقى في امور ثانيه. احنا مش عايزين نستبق الاحداث، لكن انا عشان اوضح ليك وللمشاهدين، حاليا احمد عيد خارج حسابات نادي انبي فنيا، لكن اداريا انت عاوز تحافظ على حقك، وده حقك وده منطقي. لكن الزمالك حاليا هيتواصل معاك ولا تواصل ولا لسه ما تواصلش؟ عشان برضه نكون واضحين. لغايه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي مفيش اي اتصال. طب انت واصل نادي الزمالك واتحلت الامور اداريا، الامور طبيعيه صح كده؟ طبعا. تمام. انا سعيد ان انا كنت معاك، وحقيقه اتمنى التوفيق للنادي البترولي دايما بالنجاح. نادي بيعبر عن انديه الاستثمار المميزه جدا داخل الرياضه المصريه، مزيد من النجاح والتقدم وافراز عدد كبير جدا من اللاعبين سواء للانديه الكبيره او حتى خارج مصر. مستمرين مع حضراتكم مع نادي الزمالك، واقترب محمود شبانه مدافع الزمالك من الانتقال الى نادي زد، وذلك بعد ان قرر مسؤولي الزمالك رحيل اللاعب بناء على طلب من اسوريو المدير الفني للزمالك، وجاء قرار اسوريو لعدم اقتناعه بمستوى شبانه، الى جانب عوده محمود علاء من العاره وانضمامه الى صفوف الفريق في الفتره الاخيره جاي من الاتحاد السكندري. نذكر ان محمود شبانه كان حصل على الفرصه في اكثر من مكان مناسبه، وشارك في بعض المباريات مع الزمالك، ولكنه لم ينجح في اقناع المدير الفني بامكانياته ليستبعده من حساباته تماما. بشكل رسمي النهارده الخميس اتحاد الكره فتح باب القيد امام الانديه اللي تشارك في الدوري الممتاز، ال 18 نادي يعني هيفتح قيد اللي هو انت بقى تأيد صفقاتك الجديده، وحدد الاتحاد الكره شروط القيد، وتضم قائمه كل فريق في الدوري 30 لاعب، ويسمح لكل نادي بقيد 3 لاعبين في قائمه الانتظار من اللاعبين المستمره عقودهم حتى قبل نهايه فتره القيد الثانيه في يناير، ولا يسمح لهم بالمشاركة في المباراة إلا بعد إضافتهم ضمن القائمة الأساسية أثناء فترة القيد، ويلتزم النادي بسداد مستحقاته كاملة طبقا للتعاقد. كمان لا يجوز لأي نادي إعارة أكثر من 7 لاعبين في الموسم الجديد، وكذلك لا يجوز لأي نادي استعارة أكثر من 7 لاعبين
كما أنه لا يجوز لأي نادي عرض أكثر من 3 لاعبين لنادي واحد خلال الموسم، كمان لا يجوز لأي نادي استعارة أكثر من 3 لاعبين من نادي واحد. عندنا خبر صار، والخبر ده أنا اتكلمت فيه وأكيد زملائنا في القناة اتكلموا فيه أكثر من مرة، إن التحكيم المصري أصبح له مكانة وأصبح له سعر وأصبح له قيمة كبيرة جدا في دولنا العربية وحتى الإفريقية وعلى كمان المستوى العالمي. النهاردة طاقم تحكيمي مصري بقيادة محمود البنا بيفتتح البطولة العربية، والمباراة طبعا هتكون بين السد القطري والوداد المغربي، وتقام البطولة تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية في المملكة العربية السعودية بدءا من اليوم الخميس وحتى 12 أغسطس المقبل. وبحسب موقع سبورت المغربي سيعاون البنا كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، ويتواجد التونسي صادق السلمي كحكم رابع، وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور ويعاونه أيمن إسماعيل. خلينا نقف هنا عند البنا. البنا أنا اتكلمت عليه في أكتر من كم مناسبة، وأنا حقيقي شفته في مباراة ما أقدرش أنساها. أنا كنت بغطي مباراة الرجاء والوداد في مكان تاني قبل ما أحظى بالحصول على خدمة هنا داخل قنوات أون تايم سبورت. في مباراة 4-4 دي كانت في البطولة العربية، كانت بين الرجاء والوداد، وتعادلوا 4-4، وده كان كلاسيكو العرب، كان حاجة مخيفة، وكنت في ملعب مركب محمد الغامدي. أنا من هزة الملعب وطبعا الهزيج والحفلات والحركات اللي بيعملها الجماهير، الملعب كنت بحسه بيميل شوية. البنا كان في هذه المباراة حسب 3 ركلات جزاء، 3 ركلات جزاء صحيحة 100%. أنا بجد ما تخيلتش وما شفتش، وبكلمكم بقى من قلبي على الإحساس، إن هذا الحكم بهذه القوة وبهذه القدرات إن يبقى عنده الحكمة وعنده القدرة والصبر، وإن هو يقدر يعيش في الأجواء دي ويحسب 3 ضربات جزاء، و3 ضربات جزاء إيه؟ ما لهمش يعني، ما فيش هزار. بتاع الرجاء حط واحدة على طريقة بانيلكا، والتاني برضو محسن متولي حطها على بانيلكا، وإيه بقى؟ التوقيتات مختلفة، توقيت في بداية المباراة ضربة جزاء، توقيت في منتصف الشوط التاني ضربة جزاء، توقيت في نهاية الشوط التاني ضربة جزاء. فكانت مباراة مرعبة ومخيفة، وكان فيها كل حاجة تتوقعها من حلاوة كرة القدم، سواء بقى من الجماهير سواء من مستوى التحكيم، وكان التحكيم مصري بكرة محمود البن. من هنا وانا حسيت ان الراجل ده يستحق انه يحصل على خدمات كتيرة جدا في مباراة كبيرة. فشفناه بقى بيدير الكاس السوبر، وشفناه بيدير الاهلي والزمالك في اكتر من كام مرة، فهو عنده القدرة انه يكون في هذه المنصات. امنيتي ليك انا على المستوى الشخصي النجاح، واتمنى للكرة المصرية النجاح وكذلك التحكيم المصري. سريعا تبدا نسخه كاس الملك سلمان 2023 بلقاء السد القطري والوداد المغربي في 4 عصرا اليوم ان شاء الله. اتمنى التوفيق للتحكيم المصري، واتمنى التوفيق للكره المصريه كما ذكرت. فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بحضراتكم من جديد، وكلامنا دلوقتي عن الكره العالميه واخبارها، والبدايه من نادي ليفربول وبالتحديد من جوردان هندرسون لاعب وقائد نادي ليفربول. رسالة مؤثرة في الوداع بعد رحيله عن الرز قبل الانتقال رسميا إلى نادي الاتفاق في الدوري السعودي. وأنهى هندرسون كافة المفاوضات مع الاتفاق، وتبقى فقط التوقيع الرسمي والإعلان عن الصفقة رغم تواجد اللاعب في تدريبات الفريق السعودي. وكتب الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على انستغرام: من الصعب وصف هذه السنوات الـ 12 اللي فاتت بالكلمات. وتابع: ولأنه من الصعب أن أقول وداعا، سأكون دائما مشجعا للريدز حتى الموت. وأضافا: شكرا لكل من لكم جميعا، لكل من قدم لي لدى العون، لن تسير وحدك أبدا. وكان هندرسون قد انضم إلى ليفربول في عام 2011 قادما من سندرلاند، وشهد عودة الريدز إلى مكانته الطبيعية والفوز بالبطولات في السنوات الأخيرة. وطبعا هندرسون بالتحديد من اللاعبين المميزين اللي يعني عصر كل الأجيال المميزة، سواء بقى عصر الإخفاقات وعصر الإنجازات. كل التوفيق لهندرسون قائد الريدز، واحد من النجوم الكبار جدا في تاريخ الكرة الإنجليزية في مرحلته القادمة إن شاء الله، ووجهته هي الاتفاق السعودي. مشاهدينا الأعزاء، فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الأعزاء، برحب بحضراتكم من جديد، وجاء معنا مع فقرة وان شوت. زي ما احنا متعودين معاكم في فقرتنا وان شوت، اننا بنسلط الضوء على الاحداث الرياضيه الايجابيه ونتكلم عنها. والنهارده هنتكلم معاكم عن انجاز تاريخي بيتحقق لاول مره في تاريخ مصر،
وحققه البطل المصري زياد اسيسي لاعب منتخب مصر لسلاح السيف. وطبعا زياد حقق الميداليه البرونزيه في بطوله العالم للمبارزه المقامه حاليا في ميلانو، وهي الميداليه الاولى في تاريخ مصر بمنافسات الفردي ببطوله العالم للسلاح. بطل مصري عظيم زيه زي ابطال كتير بيرفعوا علم مصر في كل المحافل الدوليه والعالميه. الف مبروك يا زياد، ودايما بنتكلم وبنسلط وهنتكلم وهنسلط الضوء على كل انجازات وكل انجاز كل بطل مصري. كل التوفيق لكل ابطالنا في كل المحافل الرياضيه، ونتمنى كل التوفيق ومزيد من النجاح ومزيد من الانجازات ومزيد من البطولات ومزيد من الاحداث الكتيره اللي نشارك فيها ونحقق فيها كل البطولات. كل التوفيق لكل بطل مصري بيرفع علم مصر. مشاهدينا الاعزاء، انتهت كل فقراتنا واخبارنا، اتمنى نشوفكم على خير ودايما بالخير في اخبار وطيب.